tego prezesu wniosek. Proszę mi. واش جمعت لهم 2000 طريق ولا لا بس هي الموقف تاعنا لانه احنا نحاول قدر المستطاع معي بان ننوروا ولانه الحزب عنده عام وشيء عباد الله ولا الجزائر ثم الجزائر مش الاشخاص جداد وجدودنا دونك احنا دورنا اليوم درنا حس فضلكم بعد الرباح هذا هو اللي حبينا فعلا نبنوا الجزائر وحنا التصرفات اللي شفناها اليوم التصرفات اللي شفناها كله بس ديوري بس اخرين باع طويل في العمل السياسي وي كان اختيارنا لهذا المورد البشري مبني على ضفة العباء واضح المعالم ناس عندهم امتداد شعبي عندهم نزاهة عندهم قابلية وقادرين أن يوصلوا صوت المواطن أنت اليوم على خطر صوت الشعب يعني ماذا بينا اليوم بالمواطن يعرف هذا الحزب الجديد اللي عنده شهر وثمان شهور استطاع ان يكون معادله سياسيه بفضلكم بعد الله سبحانه وتعالى الاخر راك مترشح وانا اقولها للشعب الجزائري انا اخترت صوت الشعب انا اخترت صوت الشعب باسكو حزب فاتي وجديد وما فيش العصابه خاصه التغيير الرئيس خاصه التغيير الجذري المواطن من خلال التلفزيون الحيه بالمناسبه ان المواطن يقول لكم انقل صوت المواطن باغي التغيير رئيس الجمهورية قال باغي التغيير أما لو يفرمل هذا التغيير صوت الشعب سيساهم مع رئيس الجمهورية في الذهاب إلى تغيير حقيقي في ترشحنا رجال ونساء اللي عندهم القريرة تاع الأمير وتاع الثوار وقادرين بحول الله أننا نصنع في بناء نمط تسيير جديد لجزائر الغد يبنيها الجميع بدون إقصاء عندنا رؤية اقتصادية بمعنى الآن نذهب إلى تسير جديد في نمط الجماعات المحلية نخرج من التعريف الكلاسيكي من القمامات والسوسيال قوفة رمضان والذهاب إلى مؤسسة حقيقية تساهم في خلق الثورة كيف خلق الثروة هو أنه لازم نعدل القانون البلدي والولائي ونعطي صلاحية أكثر ويولي قادر يجسد الوعود والبرامج اللي طرحها لأنه أصلا القانون الحالي يقيد روح المبادرة وحنا نهضر على روح المبادرة وروح المبادرة هي اللي راح تمد القيمة المضافة بمعنى أنه نخلق اليوم مشاريع اقتصادية ذات جدوى اقتصادية تخلق مناصب عمل ومن ثم تكون ميزانية إضافية اللي ممكن بها يطور المستوى المعيشي تاع المواطن من خلال خلق مرافق ضرورية من بنية تحتية البلدية المواطن وش يحتاج يعيش العيش الكريم